فيديو؟ فيديو. الو وسهلا فيكم. اليوم طالعين اشي خرافي. انس المناصير معاي اليوم باول هاي كيلو راح يكسر. انس مين؟ انس المناصير تعرفه؟ راح نروح على وادي خرافي هسه راح نشوفه مع بعض. بركتين ثلاث اربع خمسة راح ننبسط على الاخر. تمام استنوا. طيب قديش واحد طالعين احنا؟ احنا طالعين تقريبا 20 شخص. كيف الحماس يا محمد؟ مليون؟ لا 700. 700 من قديش؟ بالمية. بالمية؟ حلو حلو حلو. 700 عشان ما أبالغش يعني. تزعلش مني ها؟ تزعلش مني. رايحين على وادي خرافي. شو اسم الوادي؟ وادي السلايطة. صباح الخير. اليوم طالعين على وادي السلايطة. رايحين على وادي اسمه السلايطة بنفس الوقت اسمه وادي آية. رح ننبسط مع بعض على الاخر. انا محمد سرور وهي قناتي على اليوتيوب. اذا مش مشترك اعمل لايك سبسكرايب وفعل الجرس زي ما بقولوا. الشباب قاعدين بيجهزوا زي ما انتم شايفين، سيارات كلها بتجهز، قاعدين بيلبسوا بيظبطوا امورهم عشان نطلع في البيكم هون مع مسلم. اوه شو الحبال هاي، كبير 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 كبير. اذا من هذا الحبل بتعرف اكثر مني بجوز. راح نمشي بالشارع هذا اللي شايفينه غاد، الله يستر. تا 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 الوادي هذا فيه طحالب على الارض، فيه مي وفيه زحليق. فاهم اشي اليوم ما حد يزحلق. شو يعني؟ ما اشوف صخره قدامي انط عليها وخلص انتهى الموضوع، هيك بزحلق. دائما دبل تشيك قبل ما امشي، بدي اشيك انه هاي رجلي ثابته بمشي. وخذ راحتك ما في مشكله. هلا اهم اشي احنا اليوم تطلعوا سالمين، اهم من كل شيء. اول اشي عندنا هذا السيق تحت حنسبح فيه، بعديه في انزال، بعد الانزال شيل برك معبى نط. ما في غير المحل اللي احنا حنحكي لك نط منه وين تنط. الوادي هذا بدل لكم بيئه مش النا، فالبركه هاي مش زي بركه الفنادق. تمام، البركه هاي انت لابس اواعيك ممكن تغرقك بكل بساطه. في اماكن في الوادي غمق البركه 7 متر، فكثير صعب حتى علينا عمليه الرد اكثر مني. فيا ريت بس نحترم المكان هذا، مش من دواعي انه تكون فاهم انت وين موجود عشان احنا ايش نمنع المشاكل وبس. يعطيك العافية. فعل ايش؟
شعر غميقة عندك؟ أمورك تمام؟ هون في حفرة ديروا بالكم ها؟ يلا انت شوف ايش في خليك على ظهر احسن ايش ما فيش ايش ما فيش ايش ما فيش ها اخوانا صار تشوف ايش مرتب ترى الله واو شنو وقعت مسكتها هسه يا جماعة أوقف هون وأقفز في المي تمام استنوني نشوف الصورة سحون يلا حاول بعد عن الصخرة يلا الصخرة تحت لسه يلا 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 ما تفكر هذه الزحلة لا ما حد بدي نط هون هسه أكيد شو يلا روح الله عليك اخوان البركة هاي عالية كثير خلينا نشوف كيف الارتفاع عبارة عن تقريبا 20 متر زي ما انتم شايفين من هون الشباب بدهم يعملوا انزال في ناس حتنط خلينا نشوف مين حينط ومين حيعمل انزال هسا رح نعمل اشي عاطل ماشي طلعوا 20 متر حتى ابو سرور اذا بدك تنط 20 متر قاعد بفكر اسمع مش مزحه في حدا مات هون قبل هيك بعرف راح تشوف اني مش راح انط هسه بنشوف خلصنا من الوادي هسه وطلعنا عند البكمان علشان يوصلونا للبيت اللي بدنا نتغدى فيه كبسة بدنا نسلخ كبسة اليوم كاميرا طيب ماشي وصفلنا كلنا كله بدي ينزل معلم قل لي نطيت ولا نزلت بالحبل نطيت كيف شعور خرافي على الآخر أول مرة بتنط هاي النطة أول مرة بنط في حياتي أصلا جد؟ عرفنا باسمك أحمد البوريني أحمد البوريني كل الاحترام خالد إدريس اسمك علي جابر راس إبراهيم نطيت طبعا انت اكيد كيف الشعور خرافي ها
الشباب ما تسمع لهم صوت وهم فوق لهم. يا عين على ناقة. الله يعطيكم العافية يا جماعة، وخلصنا الوادي، خلصنا الانزالات والسباحة والنطنطة زي ما شفتوا. أنا استمتع كثير، وتعبنا وتعبنا على الكامل زي ما انتم شايفين. شاعر غافي إبراهيم، كيف وضعك؟ على الآخر تعبان؟ هسه مبلول، هسه مبلول لحد الآن، تخيلوا مع الشمس هاي بتصرخ في إيدي ومبلول جلد. كيف الحياة يا إخوان؟ حسيت شعور لما تشيل الجلد، صار حي يا ناس. الله يعطيكم العافية، وما تنسونا بدعمكم يا جماعة. See you later. مع السلامة.